كيضرنا هو من قالوا لينا سيروا تجلسوا، ما عطاونا لا دعم لا تعويضات لا والو. ما يمكنش حنا خدامين ما بين العشيه وضحاها نمشيو نجلسوا في ديورنا باش غنعيشوا. اي باب التجنا اليه ما كيتحلش لينا، تيقول لك كورونا ما تدخليش على ولادنا. الخدمه ديال الديور القطاع القهوي تيقول لك حنا راه نقصنا مراه كاينه عامره اللي خدامه، ما يمكنش نخدموا جوجات. يعني اي باب مشينا ليه كيتسد في وجهنا. حنا كنطالبوا باش نخدموا بحالنا بحال الناس، ما دعموناش ما عطاوناش، ولكن يخليونا دابا نخدموا، خليونا نخدموا. راه حنا تقاعدات لينا الجهد ديالنا ما بقاش عندنا نهائيا. لك راه كيتسال الماء كيتسال الضو كيتسال، يعني جميع المسائل واقفه علينا. مو الدار قال لك اسيدي ما تخلصينيش هزي حوايجك وخرجي بحالك. حمو البيسي ما بقاش كيعطينا الكريدي لان هذا الشيء طول بزاف، راه 9 شهور راه ماشي سهله، 9 شهور راه ماشي سهله باش بنادم اي باب دق عليك ما كيتسد في وجهه. هذا الشيء راه عار عليكم، عار عليكم تخليونا في هذه الحاله. حنا نساء ولكن راه هز ديال الاسرات، راه الطيابه راه خرجت دكاتيره، راه الطيابه راه خرجت اساسيده، راه الطيابه راه خرجت محاميين، راه الطيابه كتخدم على ولادها وكتقريهم باش كيوصلوا للمناصب باش كيساعدوا المجتمع وكيكونوا مندمجين في المجتمع. انا تنظن حنا عندنا حقنا، جلستونا قلتوا لنا سيبس جلسوا عطونا الدعم ديالنا باش نعيشوا معززين مكرمين. ما نمشوش نطلبوا في الفيروجات، ما نمشوش نطلبوا في الطوبيسات، ولا من دق علينا ولا من صفنا. فين هما الجمعيات اللي كيقول لك حقوق الانسان؟ بغيت نعرف انا الجمعيات اللي كيسولوا علينا وتيقولوا دائما حقوق الانسان، فين هي الحقوق ديال هذا الانسان المهمش؟ انا جايه لجنيه من الحي المحمدي، جايه لجنيه باش ندير هاد الوقفه. وكاينه اللي تسلفات باش توقف، كاينه اللي تسلفات باش توقف. بغيت الجمعيات ينصفونا ويعاونونا ويوقفوا معانا كيف كيقولوا في التلفازه، كيف كنشوفوهم حنا في التلفازه. ولهذا كنوجه النداء لجلالة الملك حفظه الله ان يامر الحكومه باش توقف معانا باش تدعمنا، يا اما تخرج لنا الدعم ديالنا باش نكونوا، يا اما تخلينا نخدموا، يا اما تخلينا نخدموا. هذا الشيء اللي كاين. والجمعيات حتى هما ينوضوا يهضروا علينا شويه، ينوضوا يتكلموا علينا. فين مشاو الجمعيات؟ الشمس والضرو ما بقاش كيبانوا لي انا كاع، ما بقاش كيبانوا لي هاد الجمعيات باش يجبدونا حنا باش يتسالوا علينا. علاش قال لك هاد العيالات مهمشات؟ حنا حاشا لله واش نكونوا مهمشات، حنايا مواطنات صالحات كنخدموا بعرق كتافنا وتنجيبوها بعرق كتافنا. الطيابه خرجت المحاميين، الطيابه خرجت الاساسيده، الطيابه هز الاسره، الطيابه هز والديها، الطيابه هز المريض، الطيابه كدير كل شيء، الطيابه هز اسر. الطيابه هي علاش كيعتمد الحمام تيجي عند المريض تنغسل ليه وكنعومو وكنخرجو بحال العروسه. المراه بحال العروسه كتخرج، كتخرج المراه بحال العروسه. مريضه كتجي عندها كرسي متحرك وما عندهاش الاولاد، انا اللي كنهزها، انا اللي كنصوب ليها، انا اللي كنخرجها. تحياتي للمراه المغربيه، جاء جميع من طنجه للقويره، تحيه للمراه المغربيه. انا كنناشد جلاله الملك يامر الحكومه دير لنا حل، يا اما تعطينا الدعم ديالنا تعاوننا احنا باش نكونوا مع وليداتنا، يا اما تخلينا نخدموا بالطاقه الاستيعابيه. الطاقه الاستيعابيه 50% 50% ديالنا، قالوا لنا نخرجوا مع 6 واخا، قالوا لنا نخرجوا مع 8 واخا، ما كاين حتى مشكل، المهم نخدموا ونجيبوا لقمه العيش للابناء ديالنا ولوالدينا. اليعقل اليعقل، واش انا عندي مريض بالسكر شنو باش غادي نداوي هذه المريضه بالسكر؟ واش نخليها تموت؟ واش عندي مريضه بالضغط غنخليها تموت؟ وراه كاين الحالات ديالي كثار وكثار من الحالات ديالي، الحالات ديالي انا كاين كثار منها. وهذا وشكرا. المرافق محلوله، كورونا الاولى كنا صابرين لان كلشي المرافق كانت تحل، اما دابا من شهر 7 لدابا راه كلشي الناس رجعت الحياه عاديه. وحتى الناس عاقوا ملي حلينا واحد فان جوغ في شهر 7، الناس راه كيعوموا بالوقت وكيخرجوا بالوقت، يعني الناس كتخاف على راسها حنا بلا ما نتاخذوا معاهم شي اجراءات وما يحقروناش. اخويا حتى حنا عندنا مطالب ديالنا، لا بليباغ ديفورسي، لا بليباغ اراميل، والكرا والموضو والويفي الله يكون في العوان. احنا ما يحقروناش وليات ويشوفوا من كناشدوا المسؤولين يشوفوا من حنا. هذا الشيء اللي كاين اخويا. اما الناس راه عاقت، قد يقول لك الحمام هو عار ولا فيه شي دونجي على الناس، الناس راه عاقت راه كتعوم بالوقت وكتخرج بالوقت. وحنا تمحنا اخويا، عام ديال الشوماج راه بزاف علينا، لا راه من شهر 3 ومارس، راه دابا ديسمبر هذا راه حنا لا اله الا الله.
وزعما حنا اللي ضلنا في خاطرنا بان كل شيء حال. قصاريات تا ممولي الحفلات رجعوا خدموا، المرافق الاجتماعيه كلها الا الحمام، هو الناس يشوفوا من حاله الناس مساكن. هادشي اللي كاين اخويا، انا كنظن بان كورونا ماشي على الحمام، ولا يقول غادي يسدوا في السبعه ولا الثمانيه، يعني ماشي كورونا كاينه من وراء الثمانيه الليل، كورونا كاينه النهار كامل، والناس كما كنقول عاقوا، يعني اللي باغي يجي يغسل يطبقوا اي قانون. هذاك الشيء اللي كاين غير باش نعيشوا وليداتنا، ولا بليباغ ديال الناس مساكن راهم اصلا اخويا ما عندهمش فين يعوموا. حتى حنا بغيناهم يديروا لنا 50% بحال وبحال هاد الناس اللي حالين، الا الحمام اللي ما عقلوش عليهم من شهر ثلاثة هما جالسين، وكل اللي كيعيش بالحمام، كاين العيالات أرمالات، كاينين العيالات اللي ما عندهمش رجال، كاينين بزاف د الحوايج، حنا اللي زعما ضربات فينا حتى الخرج كيقول بنادم، لا بنادم في هاد الساعة، حتى حنا يعطونا 50%، والحمام حنا عندنا فيه الماء، عندنا فيه الصابون، عندنا فيه التعقيم، ملي أنت بادي وأنت في الماء، يعني هذا هو اللي ما خصوش يتسد. هو تو يعطينا شويه حتى حنا حتى الثمانيه ونسدو حتى حنايا، حتى حنا غير نشوف نحنا واقفين من شهر ثلاثه، عندنا مسؤوليه، عندنا وليدات، عندنا بزاف د الحاجات، عندنا طريطات، عندنا بزاف كاش غنديرو حنايا؟ هاد الناس اللي شافوا فيهم في البيران في القهاوي في هادشي، يعني علاش التجؤوا لهم وحنا خلونا حنا ما شافوش فينا الله؟ علاش؟ خدامين بالحلال بدراعنا بكل شيء، وعلاش؟ يعني هذا راه عيب وعار وحشومه من جهه الله، راه بزاف المحده باغا تهضر وما قدرتش تبين وجهها. علاش؟ حيت حنا كنفيقوا كنخدموا نهار ونهار لا، اللي في بسطامنا كنخلصوا به غدا، وغدين تنبركوا اريس، غدين تنخدموا باش كنتقوتوا باش كنديروا ولادنا باش هادي، ولكن في هذه الازمه راه حنا ربي اللي عان بينا. ما بقات لا هادي لا ديك، يعني جميع راه الطيبات معنا، كاينين انتحرات، كاينين حتى في السبيطار، كاين اللي بزاف الحوايج، كاينين مشرده. يلا نوريك انا حوانت ريدوات الطيبات، عطاهم اليوم رجاله خرجوهم من الديار، عطيهم ريدوات فين جالسين، اقسم لك كامله بالله، إيتا نوريهم لك. انا ما مننا على الله، هذاك الشيء اللي طيبته كنقسمو كنديه لهم الريدو باش ما عطا الله واخا العدس. هذا الشيء اللي كاين اخويا. وعاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، عاش. حيت واحد الوقيته، واحد الوقيته نقول لك هي مات الكوفيد ثلاث شهور ما عقل علينا حتى شي واحد الا سيدنا. هذاك الدعم اللي كان كيعطينا تنفعنا به، من غيره ما عقل علينا حتى شي واحد، وتنقول عاش الملك والله يشافيه لينا. كم حسن اكزبيب الصحراوي، الهضره اللي غنقول ديجا قلناها وعاودوا غنعاودوا نقولها، كنتمنوا من المسؤولين الله يرحم لهم الوالدين يحلوا لنا الحمامات، راه تقهرنا وتقصحنا، راه السكين وصل لعدمو وفاتو، وكنطلبوا من جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو يشوف من حالنا، راه حنا تقصحنا، راه من شهر ثلاثه وحنا كنعانيو، الحمامات راه ما تحلوش، راه حنا تقهرنا، ما عندنا ما نديرو، ما كاين حتى شي مهنه، وما كرهناش هاد الناس يشوفوا من حالنا، حيت هضرنا ودقينا البيبان وشكينا ولكن ما كاينش اللي سمعنا. هذا هو الطلب ديالنا، ما بغينا منهم والو الا الحمامات، حيت الناس ديال الحمام حتى هما الله يكون في عوانهم، صحاب الحمامات راه حتى هما تقصحوا، الحمامات تسدوا، سيدي الناس رشا وروبينيات مصدين، الشباكي راه كل شيء مقصح، ما عندنا ما نديروا، حنا هنا وحده ولكن تقصحنا. كنطلبوا منهم يديروا معنا شي حل، الله يرحم لهم الوالدين، هذا الشيء اللي كاين اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.